بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله. أهلا بكم في النشرة اليومية حول جائحة كورونا. وفي اليوم 50 حالة جديدة كلها حالات مخالطة، كما فيها وبفضل الله ورعايته شفاء 196 شخص والحمد لله دون وفيات خلال الساعات 24 الأخيرة، وهكذا بلغ عدد الحالات إجمالا 5923، منها 5605 من المخالطين، 147 من الحالات المجتمعية، و 171 من الحالات الوافدة. أما حالات الشفاء فعددها بلغ 3632، وسجلنا 155 شهيد يرحمهم الله جميعا. الحالات النشطة اليوم 2136، من بينها 1907 دون أعراض، و 227 لديهم أعراض خفيفة، وحالتان تستدعيان الرعاية. عدد الفحوص بلغ 56615، وجريت منها 742 خلال اليوم الأخير، 210 من المتابعة فحوصات المتابعة، و 532 للتشخيص. تتوزع على النحو التالي بين الولايات: 42 من الحوض الشرقي، 4 فحوص من الحوض الغربي، 5 من العصابة، 9 من قرقل، 55 من البراكنة، 42 من الترارزة، 6 من أدرار، 23 من واذيبو، 6 فحوص من تير الزمور، فحص واحد من ينشيري، 230 من نواكشوط الغربية، 172 من الشمالية، و 147 من الجنوبية. الحالات الجديدة تتوزع على النحو التالي: حالة واحدة من النعمة، واحدة من تنبتقة، واحدة من كيهيدي، 6 من ألاق، واحدة من بوقة، 2 من روسو، 3 من واذيبو، 1 من الاقصر، 2 من السبخة، 3 من تفرق زينة، 5 من دار النعيم، 3 من تيارت، 8 من توجونين، 4 من عرفات، حالتان من الميناء، و 7 حالات من الرياض. Chers citoyens, le point de presse aujourd'hui est marqué par 50 cas nouveaux, tous des cas contacts, et également par 196 guérisons et 0 décès. Walillah alhamd. Le total de cas a ainsi atteint 5923, dont 5605 de contacts, 147 cas communautaires, 171 importés. Le nombre de guérisons a lui atteint 3632 et on déplore 155 décès. Yarhamoumullah. Les cas actifs au jour d'aujourd'hui sont au nombre de 2136, dont 1907 asymptomatiques, 227 avec des symptômes légers et 2 cas nécessitant un suivi rapproché. Le nombre de tests réalisés jusqu'ici a atteint 56 615, dont 742 effectués au cours des dernières 24 heures, 210 tests de suivi et 532 de diagnostic, répartis ainsi qu'il suit entre les régions: 42 du Houd Sharqi, 4 du Houd Larbi, 5 de la Saba, 9 du Gorgol, 55 du Brakna, 42 du Trarza, 6 de la Drar, 23 de Nouadhibou, 6 de Tir Zemmour, 1 test à Nishiri, 230 à Nouakchott Ouest, 172 au Nord et 147 à Nouakchott Sud. Les nouveaux cas se répartissent comme suit: 1 à Nema, 1 à Tembedra, 1 à Kaïdi, 6 à Aleg, 1 à Bogué, 2 à Rosso, 3 à Nouadhibou, 1 à Oksar, 2 à Sefra, 3 à Tevrak Zene, 5 à Dar Naïm, 3 à Téhéret, 8 à Toujouni, 4 à Arafat, 2 à El Mina et 7 cas à Riyad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
إذن مشاهدينا الكرام، كما تابعتم قبل قليل حصيلة 24 ساعة الماضية حول الإصابة بفيروس كورونا، 50 حالة إصابة جديدة كلهم مخالطون، 196 حالة شفاء، بالإضافة إلى عدم وجود أي حالة وفاة ولله الحمد. نواصل تقديم هذه النشرة حيث يطلع المركز الصحي بمقاطعة